السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضرتك باشمهندسة سارة، ودي المحاضرة الثالثة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون مفيدة وممتعة زي المحاضرتين اللي فاتت إن شاء الله. جزاكم الله كل خير، إحنا جاهزين. طيب، السلام عليكم. ان شاء الله وعليكم. اتمنى ان يكون المحاضرتين اللي فاتوا يكونوا فادوا ناس، وان شاء الله المحاضرة بتاعت النهاردة هي اللي بتجمع كل يعني بتجمع المحاضرتين اللي فاتوا، وتبدأ تشرح احنا ليه كنا بنتكلم في شوية حاجات ممكن تبان نظري شوية بس واقعيا هي ليها ريفلكشن علينا في شغلنا يعني. فاحنا ان شاء الله النهاردة هنكون بنتكلم على الجزء الاولاني، هيكون بيتكلم على كيس ستاديز، هيكون في كيس ستادي ريليتد بالبيم لوحده، وكيس ريليتد باللين والاي بي دي لوحدها، وكيس هتكون بتتكلم لما الاثنين اتطبقوا مع بعض. وبعد كده هنتكلم على الامبلمنتيشن سواء على مشروع او على شركه يعني. بس الاول هنعمل كده زي دبل تشيك سريع على الكلام اللي قلناه المحاضره اللي فاتت. المره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على ذا تويوتا واي، واستقرينا ان كان في 14 برينسبل. دول الاول كانوا بيطبقوا على المانيفاكتشرنج، او دول كانوا نتيجه التست اللي اتعمل على المانيفاكتشرنج في شركه تويوتا، وبداوا بعد كده ينزلوه في صوره برينسبلز، ونزلت في كتاب ذا تويوتا واي كان 2004. والناس بعد كده بدات تهتم ان الكلام ده يتحول ويستخدم في الديزاين والكونستراكشن لان هو ينفع يتطبق فيه. ده السمري بتاعه. هما 14 برينسبل، ولكن لو احنا هنحطهم في كاتيجوريز فهم يعتبروا 4 كاتيجوري. الهرم ده لما حد بيقراه من تحت لفوق، لانك ما بتوصلش للتوب او للقمه الهرم غير لما بتبدا من تحت مظبوط. فاتقسم لاربع حاجات. اول حاجه هي الفلسفي. الفلسفي دي علشان نبدا نعملها مظبوطه فاحنا هنروح للبرينسبل اللي كان بيتكلم على انك تعمل لونج تيرم فيلوسفي، حتى لو الكلام ده هيأثر على الماديات في الأول. تاني حاجة في الهرم ده هي البروسيس، والبروسيس الهدف الأساسي منها إن احنا نتخلص من أي ويست. طيب ده علشان نترجمه ايه البرنسبلز اللي هنستخدمها؟ بدأنا نقول إن والله علشان نعرف نعمل الكلام ده فإحنا محتاجين لو في أي مشكلة تظهر نبدأ نشوف البول سيستم علشان ما نعملش اوفر برودكشن، واتكلمنا على البول سيستم وعلى البوش سيستم، واتكلمنا على ان احنا نعمل ليفل اوت للورك لود اللي هو الجنك، ولما بيكون في كواليتي بروبلم جيدوكا يعني نبدا نوقف ونشوف الحل بتاعها ايه. هنعمل ستاندرزيشن للبروسيس، هنستخدم الفيجوال كنترول، وما نستخدمش غير الريلايبل والتست التكنولوجي. البرنسبلز دي هي دي اللي تخلينا نقدر نحقق تاني سلمه في الهرم، وان البروسيس تكون مظبوطه ونقدر نعمل اليمينيشن للويست. ثالث حاجه هتكون بتتعلق بالناس، بالبيبل والبارتنر. عشان نعملهم في 3 برنسبل من ال 14 هم دول اللي نقدر نطبقهم، ان احنا اجرو ليدرز، بس ليدرز اللي بتصدق في الفلسفي اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها تحت كبيز. نريسبكت ونديفلوب الناس اللي معانا، وكنا يعني هيعمل تشالنج، وفي نفس الوقت انت بتساعد السبلايرز، بتساعد الناس اللي اوريدي مش انفولفد او لسه ما دخلتش في الموضوع، واتفقنا ان هي مش حرب، وان مفيش مشاكل جدا ان يكون في زي تيم فالنتير بيتنقل من مكان لمكان ويساعد اللي حواليه لغايه لما كل الناس تكون واصله ان هي انبوت في المشروع وانبوت محترم يعني. الكلام ده الثلاث سلمات اللي تحت دول علشان نوصل للتوب هو ان احنا نوصل لحل المشاكل ونعمل continuous improvement، وان الorganization عندنا تكون learning organization لان العلم بيتطور، والحاجة اللي هي جديدة النهاردة بكرة هتبقى قديمة، فلازم التطور ده يكون مستمر. ده معناه ان احنا محتاجين ناخد القرارات بهدوء وتنفيذ سريع، ومش بهدوء ان احنا نأخر الشغل، لا هو ان بدراسة، بس وانس ان توصلنا لقرار وقرار مظبوط يبقى التنفيذ ويكون سريع. واتكلمنا على مبدا جوان سي، وان بلاش نعتمد على ان ما نكونش دارسين المشكله كامله بالريبورتنج بالاكشن بتاعها. ده كده بريف سريع للبرنسبلز بتاعت المره اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها. هنبدا بقى ندخل في السيشن بتاعت النهارده، هنتكلم على اول كيس ستادي.
كيس ستادي دي كانت بيم بس، يعني ما مش هندخل في اي تفاصيل ليها علاقة باللين. اللينك بتاعها اهو، يعني هو دي كيس بتاعت سيدني اوبرا هاوس، وده اللينك بتاعها. ده اللينك ده فيه تفاصيل كاملة جدا، هو بي دي اف حلو جدا لان هو شارح السيكونس تم ازاي. يعني سيدني اوبرا هاوس لما جم يعملوها هم بدأوا في 2004، وبعدين كان الكلام انها تكون تراديشنال. طب المشروع كومبلكس، طب فيه عندنا تفاصيل كتير، لغاية لما استقروا في 2007، يعني كان ده قعد 3 سنين، ان هم خلاص لا احنا هنشتغل بيم، واحنا محتاجينه ومحتاجين نشتغل بيم وريفت، يعني اختاروا حتى السوفت وير. وبعدين طب احنا دلوقتي عايزين نعمل اناليسز ونشوف هل احنا فعلا هنقدر نستخدمه ولا لا. فبدأت الناس تقول طيب علشان نعرف نحدد مدى امكانيه الموضوع، فاحنا محتاجين نعمل اناليسز ونشوف ايه الدرايفرز اللي تخلينا نطبق البيم. لو ان اول حاجه ان هم محتاجين سنجل سورس اوف انفورميشن في المشاريع الكومبلكس بالذات، لما يكون الانفورميشن من كذا مصدر وكذا مصدر ممكن بنسبه كبيره، وده اللي بيحصل، بيبدا يتم حاجه من اتنين، يا اما بنلاقي داتا لوس، الداتا بتروح وبتضيع، يا اما داتا دوبليكيشن، ان الانفورميشن الواحده ممكن تكون موجوده اكتر من مره. المشكله الاكبر ان الانفورميشن ممكن يكون دوبليكيتد وفي نفس الوقت مش نفس الريزلت، فتلاقي نفسك دخلت في سيركل تاني خالص، انك محتاج تعمل داتا فاليديشن وفيريفيكيشن. عايز تعرف عندك معلومه بس المعلومه دي موجوده في اكتر من مكان، وكل مكان بيدي نتيجة معينة، فانت بقيت مضطر انك تراجع الانفورميشن كاملة عشان تعرف which one of this information هي المظبوطة. لكن لو احنا عندنا الناس كلها بتشتغل على source of information واحد، هنلاقي نفسنا وفرنا الكلام ده كله. الدرايفر التاني اللي كان مخليهم متحمسين لحاجة زي كده هي الكومبلكسيتي بتاعت الاسد، هو المبنى بالصورة الموجودة دي. فهو مبنى كومبلكس فيه تفاصيل كتير، مش سهل ان يتنفذ بالطريقه التراديشنال. الدرايفر الثالث كان السيفتي، هي طبعا في كل مكان بس هي بالذات بره السيفتي من الحاجات المهمه جدا، وفعلا بيطبقوا جمله سيفتي فيرست، مش اوبشن ان حد يكون مش لابس مش ملتزم بالسيفتي انستراكشنز ان جنرال في السايت. فالناس كانت مهتمه جدا ان هي تحافظ على موضوع السيفتي ده. في نفس الوقت الدرايفر كان فيه السستينابيليتي، مش بس يعني السستينابيليتي على فكره هو مصطلح ممكن يكون مقصود بيه الحاجتين، لو ممكن تكون بتتكلم بيه من الجرين بيلدينج برسبكتيف، فانت بتتكلم انك عايز تعمل الانرجي سيفنج والباكج الجرين بيلدينج عموما على بعضها. وفي نفس الوقت في مفهوم تاني للسستينابيليتي، هل سيدني كل يوم هتبني اوبرا هاوس؟ أكيد لأ، يعني هو الموضوع مش معمول كده خالص. لأ، هو أنت المبنى ده عايزه يعيش لسنين قدام، مش بس يعيش كمبنى خرسانات والهيكل موجود، لأ، هو أنا محتاج إني أحافظ على المبنى ده بكواليتي معينة، علشان نفس المبنى ده خلاص هو بقى لاند مارك. وده اللي وداهم للدرايفر اللي بعدها، الهيريتج ليستنج. هو مش مبنى عادي، ما هوش، مش بقلل من قيمة المباني التانية، بس ما هوش مثلا تاور ريزيدنشال، فاحنا محافظين عليه وكل حاجة، ولكن مش بنفس الباور اللي احنا نحافظ بيها على حاجة لما تكون لاند مارك في البلد. درايفر تاني كان ان هو هيكون عنده ارت بيرفورمانس، والارت بيرفورمانس ده ليه ريكوايرمنتس، ما ينفعش ان يكون بيرفورمانس شغال ويبقى عنده مشاكل في الساوند. ما ينفعش يبقى المبنى اتبنى والثياتر بقى موجود وبعدين نكتشف فجأة ان والله ده الناس اللي هتبقى قاعدة في المكان ده مش هتشوف، ده مش اوبشن ان يحصل في حاجة زي دي، مفيش مجال لحاجة زي دي، لازم الحاجات دي تكون كلها مدروسة. وعلشان الحاجات دي كلها تكون مدروسة لازم الناس كلها تكون involved، يعني ما ينفعش المعماري ما يكونش coordinated مع الناس بتاعت الاكاستيك والناس الالكتريكال والناس الميكانيكال، لان في الاخر البرفورمانس ده كارت بيرفورمانس عشان يطلع مظبوط هو عنده شويه كرايتيريا، مش بس بقى كبرفورمانس، مش الشخص اللي بيقدم العرض هو عليه الموضوع بس، لا
هو المكان نفسه، الكواليتي بتاعت المكان نفسه، ومدى استعداد المكان للنوع ده من البرفورمانس. فده طبعا محتاج دراسة للناس كلها مع بعض. بعد ما حطوا الدرايفرز، طيب مش خلاص احنا كده عرفنا ان احنا والله فعلا محتاجين البم، وخلاص اوكي عايزينه. طيب ايه التشالنجز اللي بتواجهنا؟ السوفت وير. الكلام ده اخد من 2004 ل 2007، فالتكنولوجي ما كانتش بنفس الابديت اللي موجوده عليه دلوقتي، فالسوفت وير ما كانش بنفس القوه دي. لقوا ان عندهم مشاكل في الفند. مشاكل الفند ما كان ملهاش علاقه قوي بموضوع البام، على قد ما كان في مشاكل فند في المشروع ككل، وزياده عليها طبعا انك عشان تعمل ابجريد في فند، في انيشال كوست. طيب الافيلبل داتا، بداوا يشوفوا الداتا اللي موجوده عندهم ايه. طيب مش كل الانفورميشن مجهزه، فاحنا هنبدا ندور على اجابات. الفايندنج الرايت انسر ده كان من ضمن التشالنجز، ودي حاجه لغايه دلوقتي احنا بنواجهها. يا ريت يا ريت يا ريت اللي يكون بيدور على معلومه ياخدها من مكان مظبوط وبريفرنس، لان مثلا خلينا نتكلم ان من فتره، ممكن تكون فتره طويله والحمد لله الموضوع ده بقى اتعمل له اوفر كام دلوقتي. كان قبل كده كل ما تقول لحد بتشتغل بام يقول لك اه بشتغل ريفت. يا سيدي انا ما بتكلمش عن السوفت وير، بنتكلم على البام كمنظومه كامله. كان من فتره طويله كان معروف ان البام يعني ريفت يعني سوفت وير. الحمد لله ان الاجابه دي اتغيرت دلوقتي، وناس كتير بقى عندها وعي وبقت عارفه ان التول ملوش علاقه بالسيستم ككل، هي التول جزء من السيستم. بس دي كانت اجابه غلط، والناس كانت المشكله ان كانت بتقولها بكل ثقه. فيا ريت لو حد بيدور على معلومه ياخدها من مصدر ثقه، ودايما المعلومه محتاج يكون ليها ريفرنس. بلاش الكلام اللي ملوش ريفرنس، او ان اي حد عايز يقول اي معلومه يبدا يقولها. موضوع ريفرنسنج ده مهم جدا. فهم كان عندهم المشكله دي، ان عايز يكمل باقي الانفورميشن بس بانفورميشن مظبوطه. فالفلتريشن ده كان مهم. من التشالنجز الثانيه كان الريزيستنس تو تشينج. انت طبيعي ده موجود عند الناس كلها، انا ليه اغير ما دام انا اوريدي عارف وضامن اللي انا بشتغل بيه؟ حتى لو عارف ان عندي مشاكل وعارف ان انا بواجه صعوبات كتير، ولكن انا حاسس ان انا في الكومفورت زون، فانا مش عايز اطلع براها. ده كان من التشالنجز. اليونيكنس اوف ذا بيلدينج طبعا، هو سيدني اوبرا هاوس واحد، هو مش هيعمل 100 اوبرا هاوس. ف تشالنج وريسك ان يكون بيطبق حاجه زي دي وهو عنده شورتج اوف انفورميشن وعنده مشاكل كتير، وفي نفس الوقت هو محتاج يطلع حاجه يونيك، مش ان خطا ممكن يتعمل له اوفر كام المره الجايه. الجيوغرافيك ايزوليشن، سيدني اصلا معزوله، يعني ما هياش المكان السهل الوصول ليه قوي، وفي نفس الوقت المكان نفسه، دراسه الارض نفسها، المكان نفسه كان بالنسبه لهم هو تشالنج. البابليك اسيت ريكويرمنتس، كان عندهم مجموعه ريكويرمنتس يعني لازم يكونوا بيحققوها. طبعا ده نتيجه ان هو بابليك بيلدينج ونتيجه طبيعته، فده كمان كان من التشالنجز اللي موجوده عندهم. فالتشالنجز كانت كتير، ما كانتش حاجه او اتنين تبقى سهله. لما لقوا ان التشالنجز بالمنظر ده استقروا ان هم طيب احنا دلوقتي عندنا درايفرز وعندنا تشالنجز، ولكن عايزين ندور على الفاكتورز اللي هتخلينا ننجح. خلاص هي الناس دي قررت انها تنجح، قررت ان هي تعمل المشروع بالصوره الصح. لقوا ان اول سكسس فاكتور هيكون الانسبيريشن والكوربريت كالتشر، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في اول سيشن خالص، لما كنا بنتكلم على ان البام من البرنسبلز الاساسيه بتاعته هي السوشيال افكت، الكالتشر عموما، ان الناس تبقى فعلا انسبايرد وعندها اندرستاندنج بقد ايه الموضوع مهم وقد ايه هو مفيد. تاني سكسس فاكتور كان الاكسترنال كولابوريشن، وده عنصر اساسي من احنا ليه بنستخدم البام. احنا محتاجين كولابوريشن مع كل الناس، الكلاينت انفولفمنت، ودي من الحاجات المهمه جدا.
ودايما بتواجه مشاكل لما بتكون شغال بطريقة تراديشنال، وده مش عيب في الكلاينت، ولكن هو الكلاينت مش على دراية باللي انت بتعمله. فبلاش تفترض ان الكلاينت اللي قدامك هو عنده نفس الانفورميشن اللي عندك، ما ينفعش. ولو الكلاينت ده كان عنده كل الانفورميشن دي هو ما كانش احتاج لك. اذا كان ما بين الديسيبلين والتاني الناس بتبقى في شورتج اوف انفورميشن، في انفورميشن مش عندي. لو حد مهندس ستراكشر مثلا شغال ستراكشر، هو التوب نمبر 1 في الستراكشر، بس لما يجي يتكلم في الاركتكتشر لازم يرجع لحد توب في الاركتكتشر، مش لازم هو اللي يحط الكلام او يكون هو مسؤول عن كل حاجه. نفس الكلام، هو الكلاينت عنده كلاينت ريكويرمنتس، لما نقول ان احنا هننفذها له هناخد في اعتبارنا الفاليو ثيوري، ان الريكويرمنتس بتاعته نحققها له، بس نحققها له وهو فاهم، مش ان هنفترض ان هو فاهم. في فرق كبير ما بين الاثنين. السكسس فاكتور الرابع، المانجمنت فيجن. الناس كانت مقتنعه بالموضوع جدا، والناس اخذت القرار بعد دراسه، مش العالم كله بيعمل شيفتنج فاحنا هنعمل شيفتنج. لا، الموضوع ما جاش كده، الموضوع جه بدراسه، وان الناس استقرت على ان دي الفيجن اللي احنا عايزينها. لما اخذوا قرار البيم ترانسفورميشن بداوا يحطوا ستابس علشان يعملوا الترانسفورميشن ده بصوره مظبوطه. كل دي محاولات علشان يقللوا الريسك، وعلشان الموضوع ما يعمل لهمش مشكله، وان ويبقى في فعلا سكسس ستوري، ما يبقاش ان الناس عملت شيفتنج والنتيجه طلعت غلط. اول ستيب عملوها كانت الداتا كولكشن بفورمات كومباتبل مع كل السيستمز. يعني ما ينفعش ان ما فرضوش على الناس حاجه معينه، وده طبعا نتيجه ان كان في بارتيز كتيره جدا انفولفد، وده اللي هو حله احنا بنستخدم دلوقتي، ان احنا بنقول والله احنا عندنا الاي اف سي ده بيربط البرامج ببعضها او بيربط سيستمز ببعضها فما فيش مشكله. حل تاني بقى موجود او مش موجود، هو حل جميل جدا، هو ان الناس في الاول خالص في الاكسكيوشن بلان بتتفق على السوفت وير اللي هيستخدم والفيرجنز اللي هتستخدم والطريقه اللي هيكون فيها انتربريبيليتي ما بين السيستمز وبعضها. الناس دي عملت نفس الكلام، بدأت تعمل داتا كولكشن وتشوف الفورماتس اللي هتستخدمها. طيب بدأوا يشوفوا دلوقتي احنا عايزين ناخد الكونستراكشن بروجكتس الانفورميشن البروفايدد دي ونقدر نظبطها على نيو سيستم. فده معناه ان هم كانوا بيعملوا داتا فاليديشن وفيريفيكيشن وكونفيرميشن، هو عايز يتأكد ان الداتا بتاعته كلها قادر يحطها على نيو سيستم، بلس ان هو عايز يتاكد ان السوفت وير باكجز اللي عنده دي في كومباتيبلتي ما بينهم وما بين بعض. هو كده ضمن اول جزء الانفورميشن بتاعته. بعدها بدا يقول احنا لازم نعمل كالتشرال تشينج بلان، يعني لازم يخلي الناس اللي شغاله في الموضوع فاهمه الموضوع، بيغير المينتاليتي بتاعتهم. لو رجعنا شويه للبرنسبلز اللي اتكلمنا عليها في السيشن الاولانيه، احنا قلنا ايه؟ ان البرنسبلز بتاعت البام مينلي معتمده على بيبل تكنولوجي والسوشيال. السوشيال ده هو الكالتشر بلان، والبيبل هم الناس اللي هيتعمل لها سوشياليزيشن دي اللي هتكون بتغير الكالتشر بلان، وفي نفس الوقت هو اليوزر. التكنولوجي دايما ما هياش مشكله، حتى لو فيها شورتج شويه دايما التكنولوجي فيها ابجريد سريع جدا، احنا اللي مش ملاحقينه يعني. طيب وبعدين بداوا يقولوا طب احنا دلوقتي عايزين نفهم السيرفيس مانجمنت ده هيتاثر ازاي، وازاي نحسنه، وازاي هنقدم النيو سيستم. يعني مش بس بيشوفوا في المرحله اللي هم فيها، لا، هم بداوا يبصوا على البيم بروسيس از ان اوفر اول، مش بس ان هيعمل 3 دي موديل ويعمل له كوردينيشن، ولا حتى ككونستراكشن هيبص على ال 4 دي وال 5 دي، لا، هو عايز كمان يشوف المانجمنت، الفاسيلتي مانجمنت بتاعته دي هتتاثر ازاي؟ ازاي هتكون موجوده على النيو سيستم؟ ايه الافشنسي بتاعتها هتزيد قد ايه؟ يعني ورك شوبس علشان يبدا يعرف الانفورميشن بتاعته، بدا يعمل تريننج على الستاندردز بتاعته،
وبدأ يعمل زي environment لكل الناس اللي شغالة علشان تبدأ تتعرف على السيستم الجديد. ده من اللينك اللي هو اللي كان محطوط هنا في الأول. من اللينك ده يعني لو هدخل على اللينك ده هيلاقي الشارت دي ده اكزامبل. هما بدأوا يعملوا اناليسز ازاي البيم اثر على الفاسيليتي مانجمنت للموضوع، فلقوا ان هو قسموها جزئين، سيدني اوبرا هاوس المودلنج والسولوشن. السولوشن ده خارج من البيم، فلقى ان هو عنده مثلا المودلنج بيعمل ابديت للموديل، وبعدين هو المودلز كلها مربوطه على الريفت وبيطلع من الريفت وبيدي للريفت يعني تو واي انتراكشن ما بين الداتابيز والاسيت داتابيز. فبدا دلوقتي هو طبعا الكومبلكسيتي اوف انفورميشن كانت قويه جدا. طيب السوليوشن اللي البيم قدر يقدمه له عمل ايه؟ بدا يعمل له لينك ما بين الاكزيستنج اسيت مانجمنت وفي نفس الوقت بيحط له نيو انفورميشن. بدا يعمل له لينك على التكنيكال دوكيمنت، يعني مش بس انفورميشن هندخلها مانيوال، لا ده انا كمان بربط لك بالدوكيمنتس بتاعتك عشان يبقى عندك فول انفورميشن. ودي بدا يقول له لا ده انا هحط لك كمان الليجاسي دوكيمنت بتاعه المانجمنت سيستم. بدا يحطه على الاكتيف دايركتوري. بدا يقول لا انت بعد كده مثلا كبرميشنز عشان المينتنس فانت هتبقى محتاج مينتيننج بيرميشنز. في نفس الوقت كفاسيليتي مانجمنت هتقدر تعمل موديل فيوينج، وفي نفس الوقت انت هتقدر تزود موديولز، وفي نفس الوقت انت هتقدر تقول والله الايشو ده خلاص سولفد، ده هاندلد، ده لسه. فبتعمل فلتريشنز للحاجات اوتوماتيك مش بالصوره القديمه او بالصوره المانيوال. في طبعا سوفت ويرز كتير بتستخدم عشان فاسيليتي مانجمنت. هي الفاسيليتي مانجمنت ما كانتش زيرو قبل البيم، بس كانت اكبر مشكله موجوده هو ازاي بيتنقل الكونستراكشن كومنتس، الحاجات اللي تمت ديورنج الكونستراكشن للناس بتاعت الفاسيليتي مانجمنت عشان تبدا تعمل السيستم. الموضوع ده كان بيبقى مشكله كبيره جدا، وشركات كتيره جدا من الفاسيليتي مانجمنت كان تضطر تقعد لفترات طويله جدا لمجرد ان الداتا مش موجوده. لكن لما البيم مستخدم خلاص هي الانفورميشن موجوده somehow بقت ارينجت وليها صوره بتخرج بيها، بس ليها حل. زي مثلا ما بنتكلم على الكوبي، فخلاص احنا في حل موجود. ده طبعا في الطريقه التراديشنال مش موجود بالصوره دي. الناس خلصت المشروع فبدات تقول احنا المفروض ان احنا دلوقتي نقيس كل اوبجكتيف كنا حاطينه في بدايه المشروع ونشوف احنا قدرنا نوصل بنسبه قد ايه من الاوبجكتيف ده. فبداوا يقيسوا دلوقتي احنا عايزين نعمل انتجريشن في المودلز بالسيستمز من بعضها في 3 دي موديل، لقوا ان هم وصلوا لنسبه 30%. طيب عايزين كومبريهنسيف انفورميشن لكل كومبوننت في المودل، وصلوا ل 60%. طيب الكولابريشن ما بين الاوبن داتا اكسشينج، لقوا ان هي وصلت ل 20%. الاكسشينج ستاندردز 20%. طيب عشان الديفلوب لسيدني اوبرا هاوس استراتيجي للبم 80%، ودي طبعا نسبه هائله جدا. Increase the information exchange and reusability والcompatibility 95%. ازاي قدروا يعملوا federation وunified source 85. طب البيزنس والتكنولوجي دومين الاينمنت، بدأوا يشوفوا البيزنس فاليو بتاعتهم بقت قد ايه، لان هم 90%. الداتا مانجمنت 90%. الداتا رولز 90%. ريفرنس للفريم ورك والاكستشينج اللي بيحصل ما بين كل ديسبلين وبعضه او شركه وبعضها 90%. الفاسيليتي مانجمنت حصل لها امبروفمنت 95%. كونسيستنسي اوف داتا 95%، وده من اهم الحاجات. الريبريزنتيشن 90%. الداتا سورس والاوبن مع الابلكيشنز الثانيه كانت 30%، ودي نسبه كومباتبل جدا ان هو كافيشنسي في 3 موديل اللي هي
دي الانفورميشن بتاعت المودل انتجريشن 30%، فده نسبه طبيعيه جدا انها تكون موجوده. الداتا مايننج والانتجريتد كويريز كانت 30%، لينكينج الداتا مع بعض 30%، والبوتنشال سوليوشنز يعني كانت 20%. رايي انا ان الناس دي نجحت جدا 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 في ان هي تحط سيستم ستيبل، وظاهر جدا مشكله التكنولوجي، وبنسبه كبيره الكلام ده علشان ما كانش فيه الامبروفمنت اللي حصل في التكنولوجي في الفتره الاخيره. غالبا ده ليه اثر كبير جدا، الديفلوبمنت اللي حصل في ان الناس بتعمل انفورميشن اكستشينج، ده كان في اخر فتره، ده ما كانش موجود في الفتره بتاعتهم دي. وفي نفس الوقت التريننج كورسز اللي حصلت والديفلوبمنت اللي حصل للسوفت وير كسوفت وير ما كانش موجود وقتها. بس النجاح اللي حصل في الكنترول وفي الفاسيليتي مانجمنت وفي الانفورميشن ده نجاح كويس جدا جدا، حتى ككي بي اي او يعني كاوبجكتيف ميجرنج، النتائج كلها اللي ليها علاقه بالديتا هايله جدا، سبيشالي الكونسيستنسي اوف ديتا، ودي كانت اكتر حاجه بتضيع وقت. دي كانت الكيس الاولانيه، الناس دي كانت استخدمت بيم بس، هي ما لهاش علاقه باللين، ما لهاش علاقه باي بي دي، ما لهاش علاقه باي حاجه خالص، الناس قررت تطبق البيم. طيب في كيس ستادي تانية، دي تاني كيس ستادي معانا النهارده، هنكون بنتكلم على اللين والاي بي دي. الناس دي ملهاش علاقه بالبيم، يعني زي ما الاولانيين ما كانش ليهم علاقه باللين والاي بي دي، الناس دي ملهاش علاقه بالبيم خالص. الناس دي كان معاهم مشروع 130,000 ادم سكوير فيت يعني، وكان تكلفه المشروع ده 45.5 مليون. هو اصلا المشروع ده كان بيبقى كانوا اكسبانشن، يعني كانوا 40 سرير وعايزين يزودوا 60 سرير، يوصلوا ل 60. بس في نفس الوقت هي الناس عارفه ان ممكن يحصل فيوتشر اكسبانشن مره تانية، وفي نفس الوقت كانوا عايزين يخلوا كل حاجه مجهزه للاكسبانشن، ما يجوش كل مره يبداوا يصرفوا فلوس كتيره جدا. فكان من ضمن الحاجات الأساسية عندهم هو إن إزاي يضمن الـ continuous improvement. أول ما توصلوا لكلمة continuous improvement دي كـ project aim أو project goal، الناس قررت إن هي تطبق اللين والـ IPD، وإن هو مش option اللي ما يعملهمش. هما طبقوا الكلام ده كان في 2004، البام ما كانش بيستخدم أصلاً، يعني even لو موجود ما هما مستخدموهوش. فهما الكوردينيشن كله اتعمل على 2D AutoCAD، الدراسات بتاعتهم كلها كانت على 2D AutoCAD. الناس دي طبقت اللين والاي بي دي كسيستم مانجمنت بس، بمعنى مبدئيا الناس دي عملت عقد واحد كل الانفولفد بارتيز كانت موجوده فيه، عملوا ان التيم بقى انتجريتد مع بعضه، مفيش شخص بياخد ديسيجن في المشروع غير لما بيكون الناس كلها على نفس الليفل. ما ينفعش ان انا كشخص كده من نفسي اطلع واخد قرار، لا الموضوع ده مش متطبق. ال 14 برنسبل بتوع لين مسكوهم طبقوهم، بدأوا يطبقوا الورك فلو، يمشوا ازاي البرودكشن، هيمشي ازاي الماتيريال، هتتعمل ازاي. فبدأوا ياخدوا كل الكلام اللي اتكلمنا عليه كبرنسبلز ويحطوه هنا. طبعا ميوتشوال ريسبكت كان من الحاجات الاساسيه، سنجل كونتراكت الناس كلها كانت شغاله بعد واحد، والمانجمنت للانفورميشن. طيب نتيجه ده ايه اللي حصل؟ البروجكت اتسلم 6 اسابيع بدري عن ميعاده. هو احنا في مجالنا ده لما حد بيسلم في الميعاد ده بيبقى هايل، لكن انك تسلم بدري دي كانت من الحاجات الهايله جدا. وفي نفس الوقت ده كان اول مشروع يتطبق فيه الحاجات دي بالمنظر ده او بالسكيل ده. وكانت الميزه اللي فيه ان هو طبيعه المشروع نفسه كهيلث كير كانت ماتشنج جدا مع الانتجريشن ومع الكونتينوس ديفلوبمنت. وصلوا في الاخر ان هم عملوا سيفنج من البادجت بتاعه المشروع $400,000. فطبعا دايما المشاريع بتيجي في الاخر تبقى عمال تضغط البادجت عشان ما تبقاش خسران، لا الناس دي قدرت كمان توفر.
واللي كان أغرب بقى من التوفير ومن الوقت البدري والكلام ده كله، إن المشروع طلع فيه 63 ار اف اي بس، اللي هو لو أي مشروع إحنا بنشتغله ممكن 63 ار اف اي دي يطلعوا على شبرا وير هاوس. فالناس دي عملت مشروع بالسكيل ده وبالكوست دي، وفي الآخر ما كانش عنده غير 63 ار اف اي. فده أثبت إن طريقة المانجمنت ليها افكت. وهما الناس اللي اشتغلت على المشروع جت في الآخر قالت إن لو كان المشروع ده اتطبق فيه البم مع باقي السيستم مع اللين ومع الاي بي دي، كانوا هيقدروا يوصلوا لنتائج أكتر من كده بكتير. بس طبعا نتيجة إن هما ما عملوش الدراسة دي أو ما دخلوش في الموضوع ده، فما قدروش يحطوا expected results لو كانوا طبقوا الكلام ده. طيب ده بقى كيس تالتة استخدمنا فيها بيم مع لين. هو كان مشروع كبير 5550 ألف سكوير فيت، هو هيلث كير 286 سرير، فالمشروع كبير جدا. ولكن المشروع كان هيتعمل على تو فيزز. فيز 1 عملوها تراديشنال والناس داست فيها وتمام، بدأ تظهر مشاكل كتير جدا من فيز 1. ونتيجة اللي حصل في فيز 1 الناس لقت ان احنا محتاجين نشوف طريقة مختلفة لفيز 2، سبيشالي ان البادجت بتاعت فيز 2 كانت مضغوطة اكتر، وزيادة على كده ان الديوريشن بتاعت فيز 2 كانت مضغوطة اكتر. يعني حتى الكونديشنز اللي اتعمل ككمباريزن ما بين فيز 1 وفيز 2 ما كانتش واحده، فكان لازم يتاخد القرار ان هم هيطبقوا بيم ولين. ما كانش هينفع ان يطبق حاجه لوحدها، وما كانش هينفع يمشي بالطريقه التراديشنال. بدا يطلع بقى الكمباريزن، وده ميزه السام الكيس ستادي دي كويسه جدا في كده، لان جزء من المشروع اتعمل تراديشنال والجزء الثاني اتعمل فيه بامولين، فالكمباريزن بقت سهله جدا. لقوا ان هما ككوست بداوا بيعملوا اوفر اول سيفنج 2.6% في كل متر سكوير. طيب التايم بداوا ان هما يلاقوا ان السيفنج 0.9 اور لكل متر سكوير، وكانوا هيخلصوا بدري عن ميعادهم لولا ان حصل تاخير في ماتيريال. وطبعا تاخير في ماتيريال ده معناه الناس حاولت على قد ما تقدر تستخدم اللين برنسبل عشان تعمل تاليمينيت الويست بتاع موضوع الماتيريال، لكن طبعا في ظروف بتحصل. فيعني هم كمان كان هيخلصوا بدري عن كده، كان في سيفنج اكتر من كده، كان في اوبشن احسن من كده. الهيلث اند سيفتي لما جم يشوفوا السيفتي تقريبا الدبل، حصل امبروفمنت الدبل، ولقوا ان الانجريز قلت. بدأوا يعملوا زي performance comparison. الفوركاستد كان اللي هو اللي بالأخضر، وبعد ما طبقوا اللين اللي بالأحمر ده، وقبل اللين كان اللي بالأزرق، فالفرق بقى كبير جدا، الجهاب كبيرة جدا. فطبعا ده بقى لمصلحة المشروع، وناس قدرت قد ايه قيمة الموضوع منه. بدأوا يقولوا احنا عايزين نشوف البنفيتس بتاعة البيم واللين mainly عملت لنا ايه. لقوا ان الكوردينيشن لو قارنوا ما بين ان كان هيتعمل مانيوال او يعني كاد على 2D وقارنوه ما بين الكوردينيشن الاوتوماتيك اللي حصل، لقوا ان ده كده كان فراكشن اوف تايم، ما يتقارنوش ببعض. وده امر طبيعي جدا، اللي هو لما تتحط على بعض وتتسقط وحاجه هنا غلط وحاجه هنا غلط، الكلام ده طبعا وقت كبير جدا. لكنه لما هيكون متطبق بالبم ومتطبق بورك فلو مظبوط ومتطبق بسلكشن لتيم مظبوط، الموضوع طبعا هيبقى وقت ملوش علاقه ببعض. طيب سايكل الكونستراكشن نفسها، الوقت اللي متاخد في السايت، مش بس كديزاين او مش بس كانفورميشن، لا كسايت ككونستراكشن قل، لان السايكل قلت بقى عندنا كونفليكتس اقل، بقى عندنا سكادجولز عامله كنترول اكتر. حتى الناس اللي شغاله على الموضوع الفيجوال كنترول فارق جدا. طيب الفيرتشوال بروتوتايبنج والسيميوليشن،
الناس بقت دايما دايما قادره تعمل دبل تشيك على الموديل، بتعمل الداتا فاليديشن وفيريفيكيشن على الديزاين، مش بنجرب في السايت وبعدين نكتشف المشكله وبعدين نبدا ندور على حل. وده اللي قلناه الكوست اوف تشينج، الكوركشن تايم. طبعا الكلام ده ما يتقارنش لما نكون شغالين تراديشنال، وما بين ان يتعمل ميرج للبم واللين مع بعض. فانت بتاخد البرنسبل نفس اللي كنا بنقول المره اللي فاتت، كل برنسبل ويبدا يتحط في مكانه مظبوط. فيجوال كنترول مثلا من اللين، طيب فيجوال كنترول ده هيسمى عندنا كبم ازاي؟ عندي 3D موديل، الكوردينيشن بعمله 3D، الجداول بتاعت الجداول الزمنيه عندي قادره اربطها بال 4D بلاننج، عندي اوبيا روم. فلما بيحصل عندي اي مشكله ببدا اعمل ال A3 تشارت واحطها في الاوضه، وابدا امشي بسيستم ال PDCA اللي هو بلان دو تشيك اند اكت. فلو انا عندي مشكله واحطها اون ذا سيرفيس بروح اشوفها وابدا اعمل زي سلو ديسيجن، اني اتخذ القرار بعد دراسه من كل الانفولفد بارتيز، وفاست اكشن، وبعمل ستاندرايزيشن للبروسيس عشان لو حصلت المشكله مره تانية يبقى عندي ستاندرد. هو ده الانتجريشن اللي ما بين البام والين. طيب دي كده الثلاثه كيس ستادي، الثلاثه اثبت كل واحد اثبت النجاح من برسبكتيف الحاجه اللي طبقها. طيب الكلام ده في الماركت تاثيره ايه، او الناس في الماركت الابديت بتاعها وصلت لايه؟ دي ده ماركت اناليسيس، ده كان سيرفي وجت اجابه من 116 شخص هم اوريدي موجودين في الماركت. اول واحد اللي هو ده كان السؤال ان انت فاميليار باللين قد ايه؟ هنلاقي ان لو احنا اخدنا من اول ال 60% يعني من 10 ل 30% دول كانوا 33، ومن ال 31 لل 60 21، فهو تقريبا كان 50% من الناس اللي جاوبت كانت الفاميليارتي بتاعتها باللين تقريبا 60%، يعني تقريبا مقسومين بالنص. فلو هنقول انديكيشن لحاجه زي كده، ده معناه ان الناس لسه محتاجه التوعيه ومحتاجه تفهم ايه ميزه اللين وليه انا محتاجه استخدمه. طب ايه البرنسبلز بتاعته؟ هعمل ريفلكشن ازاي للكلام ده على الديزاين وكونستراكشن، وهل هو ممكن يكون ينفع يتطبق في كله ولا حاجات وحاجات. ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت. طيب ثانيه واحده، تاني سؤال اللي هو النيتشر اوف بروجكتس اللي تنفع تتماشى مع اللين. اكبر نسبه كانت موجوده نو ايديا، اللي هو كانت تقريبا 39%، والكلام ده منطقي جدا، يعني الارقام ماتشنج مع بعضها. هو لو انا مش فاهم السيستم او مش عارفه لسه مش على درايه بيه، فانا مش هيبقى عندي معلومه هل اللين ينفع مع اي سكيل، ولا سكيل كبير ولا سكيل صغير. هنلاقي الناس اللي بتتكلم على ميجا بروجكتس نسبتها 23%، دول تقريبا نفس النسبه اللي ظهرت ما بين ان هو فاهم اللين من 60% لغايه الاكسبرت تقريبا، يعني نسبه قريبه. طيب نفس الكلام، يبقى احنا محتاجين يحصل توعيه اكتر لميزه استخدامه في الكونستراكشن. لما هنيجي عند الريزنز بتاعت احنا ليه ما بنطبقش اللين، كانت نسبه ال 50% ان الكلاينت ما بيطلبوش، وده يا جماعه امر طبيعي جدا. هو الكلاينت مش هيجي يقول لك انا عايزك تعمل لي المشروع بتاعي باللين والبم. ممكن دلوقتي الكلاينت بقى يطلب بم والحكومه بقت تفرض البم، لكن لغايه دلوقتي في سيستمز مانجمنت تانيه موجوده، هو مش هيفرض عليك، في حين انك انت اللي محتاج تطبقه، انت اللي محتاج توفر ليك ولا المشروع. وده من ضمن الحاجات اللي بقت محتاجه، ان خلاص اوكي ما دام الشركات اكتر حاجه بتاثر فيها هو ان الكلاينت يحدد حاجه بذاتها. ما هو الكلاينت ممكن يطلب منك طلبات، الطلبات دي مش هتتحقق غير باللين، بس ما يعرفش كلمه لين، هو عارف طلبات. دوري انا كشركه اني اخد الطلبات دي
واشوف الفي كيرف اللي هو الفاليو، واشوف دلوقتي الطلبات بتاعه الراجل ده انا هحققها ازاي. اوتوماتيك هلاقي نفسي ان لما نكون بنتكلم في سيفنج كبير بالمنظر ده، فانا محتاجه اعمل مرج ما بين اللين والبم. الناس هنا، اخر سؤال، ان ايه اللي يخليك تشتغل باللين؟ يعني كان الامبروفد بروجكت كواليتي، which is حاجه من الحاجات الاساسيه. الامبروفد كواليتي دي حصلت نتيجه ان انا قدرت اوفر وقت واوفر فلوس واعمل ورك فلو سيكونس مختلف. الاسئله دي لما الناس جاوبتها كانت بتجاوب عليها من برسبكتيف المشروع، بس في برسبكتيف تاني مهم جدا، هو برسبكتيف الشركات كمانجمنت. يعني انا دلوقتي بمانج مشروع، وفي نفس الوقت التيم ليدر بيمانج التيم تحتيه. لو حد مثلا سينيور او برنسبل، هو بيمانج التيم اللي تحتيه. فانا محتاجه البرنسبلز دي كسيستم مانجمنت، بلس محتاجه بنفيتس البم للبروجكت. فيبقى اللين بيتطبق على مستويين، مستوى شركات ومستوى مشاريع. ده كان اخر سؤال في السيرفي. يعني الريليشن اللي انت شايفها ان هيكون ان الاكسبكتيشن للبيم واللين يوزج في العشر سنين الجايين كميديم وهاي الاثنين على بعض، او مع الاكسترا اوردينري كمان، هنلاقي ان دي النسبه الغالبه. ودي في حد ذاتها ده معناه ان الناس فاهمه ان في تغيير هيحصل، لكن التغيير ده صورته ايه او هيتم ازاي، البنفيتس بتاعته ايه، لسه مش واضحه. نفس الكلام ده كان موجود قبل ما البم يبقى موجود بالصوره اللي موجود عليها دلوقتي. الناس كلها كانت بتتكلم عايزين نعمل شيفتنج، عايزين نشتغل بم. ممكن يكون مش عارف اسباب يعني ملموسه في ايده ليه عايز يطبقه، ولكن في ناس بيبقى عندها سنس البيزنس اوبورتونيتيز، هو قادر يحكم الماركت رايح على فين، وقادر يشوف هو ازاي ممكن يتغير او يتطور. نفس الكلام ده للناس اللي جاوبت الكلام ده، هو شايف ان هيكون في يوزج للبام واللين مع بعض في العشر سنين الجايين، ممكن يكون لسه مش عارف ازاي طريقتهم نتائجهم، لكن هو عارف ان في تغيير. وده في حد ذاته نقطة اساسية عشان يحصل الكالتشرال تشينج. ده كده احنا اتكلمنا على البيم واللين والاي بي دي، العلاقات اللي ما بينهم، الكيس ستاديز موجوده. طيب انا دلوقتي هتكلم على حاجتين كشركه عايز اطبق البيم واللين عندي، بس في نفس الوقت من الحاجات المهمه جدا هو انا مش عايز اطبق كلام نظري، لان الشركه مش هتكسب. يعني الكلام النظري ده مش هو ده الفلوس اللي داخل الشركه. وعشان نكون صراحه جدا، البيزنس فاليو او البيزنس اوبورتونيتيز دي من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا مع اي صاحب مكان. هو في الاخر عنده التزامات ماديه لازم يحققها، فما ينفعش ان احنا نقول له معلش بص انت هتقعد لك سنه مش هتكسب فلوس، مع ان هو الراجل شغال دلوقتي وبيكسب فلوس. لا، اوبشن زي ده مش هينفع يحصل. عشان كده الترانزيشن لازم يكون سموث. دي اللي هنتكلم عليها الاول، بعد كده هنروح على كيس ستادي المشروع. فاحنا هنتكلم الاول على الشركات. ستيب 1، شغل بس الانوتيشن. دي ستيب 1. انت دلوقتي كشركه لازم تكون محقق الفيجن بتاعتك ايه والفلسفه بتاعتك ايه. فستيب 1 دي هنروح لحاجتين، ان انا عايزه اعرف الفيجن ومنها احقق الفلسفي. طيب ايه المقصود بالكلام ده؟ يعني انا دلوقتي، وبلاش الشعارات اللي للاسف شركات كتير بتحطها، اللي هو الناس بتاعت الماركتنج باكج او الناس اللي تكون مثلا بتعمل له الويب سايت، تبدا تقول له بص ايه رايك في الفيجن دي، طب ايه رايك في الكلام ده، وتلاقي شعارات كده. اول ما تفتح ويب سايت الشركه شعارات كبيره كده وتايتلز كبيره جدا ملهاش اي علاقه باللي الشركه بتعمله خالص. يبقى الراجل مش عارف يشوف شغله وبيطلع شغله كله غلط، يقول لك يعني كواليتي فيرست. واحد الناس عماله تموت منه في الموقع، حط لك سيفتي فيرست. كده انت بتضحك على نفسك. لكن انا شركه بعمل شيفتنج،
هحط الفيجن بتاعي مظبوط. يعني انا دلوقتي عايز مثلا شركه، انا بس التارجت بتاعي الكلاينت ساتسفاكشن، التارجت بتاعي اني احقق السستينابيلتي لكل بيلدينج بعمله، التارجت بتاعي اني اخلي ايزي انتجريشن، ده الكور بتاعي. في ناس شاطره انها تاخد الكلام ده وترجمه بقى للسلوجنز وكماركتنج باكج يتعمل مظبوط، دي قصه تانية. ولكن انا شركه انترنال ابقى عارف الفيجن بتاعي ايه. طيب انا حطيت الفيجن بتاعتي، طيب الفلسفي بقى بتاعتي ايه؟ دي من الحاجات المهمه جدا. هو الموضوع مش ان انا حطيت فيجن وخلاص على كده، لا، انا عايزه اشوف الفلسفي دي ازاي، هاخد الفيجن دي واعمل لها ريفلكشن عندي. طيب حطيت الكلام ده كله، جميل جدا، هروح لستيب 2. ستيب 2 دي انا بعمل فيها حاجتين بارلل مع بعض. ما هو انا المفروض ان انا بطبق بيم ولين، وانا بتعامل بافتراض ان المكان ده ما اشتغلش بيم خالص وما عندوش ابجريد للهاردوير ولا اي حاجه. ستيب 2 هنعمل حاجتين بارلل مع بعض، بعمل اناليسز للشركه كبيبل كناس والكرنت سيتويشن، وبعمل ابجريد للهاردوير اللي مستخدم. ما هو انا مستحيل اقول للناس باجهزه بتشتغل 2D ده انا من بكره، بصوا بكره كل الناس هتشتغل وهتبقى شغاله رافت وهتشتغل نافيس وركس وتعمل كوردينيشن وفي كومبلكستي في اللينكس جدا وهتشتغلوا بنفس الكمبيوترز اللي موجوده. ده مش هينفع لانك انت كده هتعطل. فيبقى احنا هنمشي بارلل، يتعمل ابجريد للهاردوير ويتعمل اناليسز. اناليسز الناس ده بقى هيتقسم 4 كاتيجوري، 3 ان هاوس وواحد من بره. الثلاثه الان هاوس ده معناه ان انا مثلا كشركه عندي زي مثلا 50 موظف. ال 50 دول هبدا اقسمهم بكاتيجوريز. كاتيجوري اللي هو ده اللي هو البرودكشن تيم، اللي هو الشخص واعي وشاطر وكويس وكل حاجه، ولكن هو التالنت بتاعته ان بيحب يقعد على الكمبيوتر وياخد تاسك ينفذها لكن ما يحطش تاسك بغض النظر عن الاسباب، سنين خبرته، كفاءته، قدراته الشخصيه، ده ما يعجبهوش في حاجه. لان مبدا الشركه في الحالات دي هو اننا تيم. فتيم انا لو عندي الستاف كله سينيورز وبرنسبلز انا ما عملتش حاجه، كل واحد منهم هيقعد مش هينتج زي ما البرودكشن تيم بينتج، فهو في انتجريتي دايما ما بين التيمز كلها. طيب ده كده برودكشن تيم. هو برودكشن تيم في الكرنت ستيت، هو دلوقتي برودكشن. عندي تيم تاني انا عارفه ان هو الجروب ليدرز وفيوتشر جروب ليدرز، بمعنى ان عندهم انبوت بيقدروا يحطوه دايما في سيستم الشركه. الاثنين دول مع بعض دايما ما في انتراكشن، وانتراكشن قوي جدا ما بينهم، لان البرودكشن تيم ده شويه بشويه هو مبدئيا هو ليه انبوت مع الشركه بس ثرو الفيوتشر جروب ليدرز، وفي نفس الوقت البرودكشن تيم ده دايما بيتعمل له سوتبل تريننج، ودايما بيتعمل له سيشنز اويرنس سيشنز، ودايما بيتعمل له ديفلوبمنت علشان نقدر ناخد منهم الناس بعد كده اللي هتبقى فيوتشر جروب ليدرز. احنا اتفقنا ان احنا من ضمن الاساسيات بتاعه اللين ان احنا بتعمل لونج تيرم ريليشن شيب. فانا مش بجيب الموظف او ان حد بيتعين في الشركه عشان يقعد شهر اتنين تلاته ويمشي، لا، احنا مبدانا ان احنا بنعمل لونج تيرم ريليشن شيب. اللونج تيرم ريليشن شيب عشان احافظ عليها لازم الشخص يكون مرتاح في المكان، فلازم اقدم له السوتبل تريننج اللي يخليه دايما بيحصل له ابجريد في المكان، ما يملش، ما يزهقش، وفي نفس الوقت انا في المقابل باخد شغل، وشغل على ليفل ماتشنج مع الفيجن والفلسفه بتاعت الشركه. ثالث كاتيجوري هو الاكسبشنال بيبل. الاكسبشنال بيبل دول في بدايه الشيفتنج بيبقى عليهم جزء كبير جدا، لان الناس دي هي اللي بتحط البيز يكون ماتشنج مع الفيجن والفلسفه.
فهو يعني مش هيكون اوبشن ان الاكسبشنال بيبل دول ما يكونوش على نفس الفيجن والفلسفي بتاعت الموضوع. عشان كده اختيار الناس دي مهم جدا. طيب في شركات هتقول والله احنا ما يعني ما كانش في خطتنا خالص البم، وما كانش في خطتنا خالص اللين، وما عندناش، ما فيش عندنا الحد اللي يقدر يعمل الامبلمنتيشن ده. اعمل نيو هايرز، عين تعيينات جديده، ولكن دايما لازم تحافظ على اللينك اللي ما بين النيو هايرز والاكسبشنال، ودايما محتاج تعمل ابجريد للناس. احنا قلنا ابجريد الهاردوير ده خلاص، لكن ابجريد الناس علشان دايما تكون قادر تحافظ على الريكوايرد ممبرز في كل كاتيجوري من دول. ما ينفعش ان البرودكشن تيم عندي يبقى ملوش وجود، ولا الفيوتشر جروب ليدرز، ولا الاكسبشنال بيبل، لان هم كلهم مع بعض. حتى النيو هايرز دول هم اوتوماتيك هيدخلوا على الاكسبشنال، ولكن هم في بدايتهم هم نيو هايرز لسه جايين جداد، بيدخلوا في كاتيجوري من دول. ممكن اكون عندي مشكله في البرودكشن تيم فاعمل نيو هايرز للبرودكشن تيم، مفيش مشكله، ولكن لازم الكلام ده كله بعد الاناليسز. فتبدا تشوف عندك انت في شورتج في انهي كاتيجوري، وتبدا تغذي الكاتيجوري ده باشخاص لازم يكونوا ماتشنج مع الفيجن، ماتشنج مع الفلسفي، وتبني لونج تيرم ريليشن شيب يعني مع الناس دي. وبعد كده الناس دي دايما هتكون في كونتينوس امبروفمنت. طيب عملنا الكلام ده كله، وعملت ابجريد للناس، وعملت ابجريد للهاردوير، خلاص بقى ادخل بقى واقول ايه يلا ناخد شغل. لا، وده للاسف اللي بيعمل مشكله مع ناس كتير، شركات كتيره جدا جدا. اول حاجه يقوم عامل يطور الكمبيوترز اللي عنده، ويدي تريننج ريفت، ويعني الشركات اللي تبقى متطوره شويه او فاهم شويه يقوم مدي تريننج بيل، يعني تجيله كده شركه محترمه وفاهمه مفيش مشكله تشرح له، وبعدين يلا باي باي ويمشوا. هو كده ما عملش اي حاجه، الراجل ده رمى فلوسه في الارض، لان هو ما قسمش الناس، ما بداش يتعامل مع الناس هتشتغل ازاي، ما عملش بايلوت بروجكت. هو انا اضمن منين ان الناس دي استوعبت الشغل مظبوط؟ وما ينفعش تجرب في شغل الناس. يعني يا جماعه ما فيش شركه تجرب في حد، يعني الموضوع مش بالصوره دي. لازم يكون عندك بايلوت بروجكت. بايلوت بروجكت ده انت هتبدا تستخدم التكنولوجي، الناس بعد ما تعمل لها ابجريد، وتبدا تشوف النتيجه بتاعتك. النتيجه يس هنكمل، نو لا هنرجع ونشوف مشكلتنا في ايه. مشكلتنا في ناس، نبدا نشوف الناس دي ينفع يتعمل لهم ابديت، ولا الناس دي احنا محتاجين لهم نيو هايرز تساعدهم. هو السكه ماشيه كده لغايه لما نرجع تاني على البايلوت بروجكت. طيب عملناه ولقينا الريزلتس تمام، يس هنروح مع مين؟ ستاندرايزيشن للبروسيس، بمعنى نبدا نعمل المانيوالز بتاعتنا الكريتيكال. لو حصل عندنا كرايسيس هنحلها ازاي؟ الناس تبقى شايفه الستاندردز بتاعتها كويس، والستاندردز دي هنروح منها على الكونتينوس امبروفمنت. ما ينفعش احط ستاندرد النهارده والاقي نفسي كمان 10 سنين بستخدم نفس الستاندرد، يبقى انا كده ما عملتش انبوت، كده انا ماشيه بنفس السيستم اللي من 10 سنين. وسيستم البم مع اللين دايما فيهم تطور، فلو انت وقفت مكانك فانت كده حققت فيز 1 من الموضوع، وعملت نجلكت للكونتينوس امبروفمنت، فانت خسرت كل اللي جاي. كسبت في مرحله ولكن انت محتاج تكمل. كونتينوس امبروفمنت دي دايما دايما مع كل مشروع ومع كل كيس بتبدا تعمل ابديت للستاندرد. فدايما الريليشن ما بين الستاندرد والناس مع السوفت وير فيها كونتينوس امبروفمنت، علشان نوصل للتوب بتاع الهرم ان يكون ليرنينج اورجانيزيشن. ده كده على لو انا هتكلم على مستوى شركه، مش بتكلم على مستوى مشروع. الكلام ده ينفع نطبقه على مشروع، بمعنى ان انا عندي مشروع والمشروع ده شغال. هتكلم على الكيس دي، ده كان مشروع شغال، مشروع هو في ديزاين باكج،
وفي سايت شغال وفي مشاكل بقى كتير جدا. طيب المشاكل اللي موجودة دي مبدئيا هو ما كانش فيه ولا فيجن ولا فلسفي، وده اللي بيحصل في اغلب المشاريع اللي شغالة تراديشنال، وما عندوش فيجن معينة وما عندوش فلسفي ثابتة. فيبقى انا في الحالة دي في المشروع ده وعندي مشكلة، لا احنا هنطبق مبدأ stop to fix، هنوقف وهناخد decisions، كل البارتيز تكون involved، وهنحط فيجن واضحة وفلسفي واضحة ونكمل بسرعة، لان احنا خلاص بقى عندنا بيز. طيب الورك فلو، انا دلوقتي لما يكون عندي موقع شغال وانا شغالة على design package لسه، ما ينفعش اتعامل مع المشروع بنفس الطريقة اللي اتعامل بيها مع مشروع لسه منزلش الموقع، بغض النظر عن الاكشن اللي تم ده صح او غلط، ولكن انت بتعمل كوركشن، فالكوركشن ده لازم تدرس الوضع الموجود. فممكن تبدأ تقول والله لا انا مثلا هبدأ اطلع الوركبل بارت، لا الانسب للمشروع ده اني اطلع بالدور، لا انا محتاجة اطلع الاوضة دي، محتاجة اطلع الجزء ده. هو ده ورك فلو، ببدأ اشوف هعمل ده ازاي، وفي نفس الوقت ده هطلع منه بان لما استخدمت الورك فلو الفلاني كان فيه مشكلة، ولما استخدمت ده كان فيه مشكلة، هيبدأ يرفلكت على الستاندرد بتاع المكان. الماتيريالز كنترول في الكيس ستادي دي كانت الماتيريالز حاجة بشعة جدا، ماتيريالز ناقصة في الموقع وماتيريالز زيادة وحاجات باظت. ف الماتيريالز كنترول بالطريقة اللي قلنا عليها، بدأنا اللي هم الفايف اس، بعمل سورتنج وبعمل ليبلنج وبعمل شايننج وبعمل ستاندرايزيشن، فبدأ يكون الماتيريالز ليها معاملة مختلفة، فبدأت أعمل كنترول على الماتيريال. الموقع بقى فعلا فيه الخامات اللي محتاجاها، ومعايا سكادجول الخامات اللي هحتاجها الفترة الجاية، فبقى الماتيريال كنترول بقى موجود. طيب الورك لود، عندي تايم لاين للبروجكت، في نفس الوقت في ناس شغالة، ما ينفعش ان الورك لود والورك فلو الاتنين دول مع بعض، لازم يكون في انتجريشن ما بينهم. ما ينفعش ان نقول للناس والله بصوا احنا عندنا عصابة بكرة، فالناس كلها هتبات النهاردة عشان نطلع شغل بكرة، ده كده ما فيش بلاننج خالص. لكن لما اشوف الورك فلو والورك لود مع بعض هو ده اللي هيكون مظبوط. ديزاين باكج، الكيس بتاعة المشروع دي كان الديزاين باكج فيها لاج كبير جدا، ولكن الكلاينت ما استناش وبدأ، فانت ما عندكش ديزاين باكج، عندك ماتيريال مش عارف هي اصلا صح ولا لا، وعندك سايت ورك، فبقى لازم يتعمل سكادجولينج للديزاين باكج. يعني هنرجع تاني للورك فلو والورك لود مع بعض علشان تبدا تعمل ازاي تعمل كوركشن للمستيك دي. الكوردينيشن قبل ما كان المشروع يتطبق فيه السيستم ده، كان الكوردينيشن بيتم في الموقع، انا اصلا ما عندوش باكج ديزاين، فهي الناس كانت بتتعامل باللي موجود. طيب لا الموضوع بقى مختلف، بقينا محتاجين ان لا لو في جزء معين فاحنا الجزء ده بنظبط الورك لود مع الورك فلو مع الديزاين باكج بتاعته بالكوردينيشن فيطلع مظبوط. فانت تاني هتلاقي نفسك كل شويه بتعمل موديفاي للستاندرد، بتعمل موديفاي للورك لود بتاعك والورك فلو بتاعك. بدات تظهر مشاكل، فبدأ تيم لا احنا هنشتغل زي ما كنا بنعمل قبل كده، ياخدوا ديسيجن سريع، وبعدين يجي كوركشن بيكلف فلوس كتير جدا ووقت كتير جدا. فلا بدأنا نقول لا والله يا جماعة احنا هنستخدم الـ A3 Analysis Sheet، وفي الأوضة بتاعة الموقع بقى فيه ان احنا لا احنا لو في مشكلة هنشوف الـ PDCA ونبدأ نشوف المشكلة تتحل ازاي، نعمل planning و PPA plan و check and act علشان لما قرار يتاخد يبقى الانفولفد بارتيز كلها موجوده والقرار يكون مظبوط. لما وصلنا للنقطه دي لقينا ان ظهر بصوره قويه جدا مشكله الناس التيم، فبقيت محتاج تعمل تيم سيلكشن. ان مش فكره ان الناس التراديشنال ما هياش كويسه، ولكن الناس التراديشنال محتاجه تعمل ابديت،
ابديت لطريقه شغلها، ابديت لطريقه ترتيبها. التيم سيلكشن ده تحت منه كمان الديسيجن ميكرز، طريقه تعامل الناس دي مع الكرايسيس، التيم هارموني. الاربعه دول كلهم دول الهيومن فاكتور، ان من غيرهم من الكلام ده كله هينفع تتنفذ. في الاخر انت كبني ادم انت اللي بتحط الفيجن، انت اللي بتحط الفلسفي، انت اللي بتحدد الورك فلو، حتى كتكنولوجي انت اللي بتستخدمها. فما ينفعش خالص خالص تنجلكت الهيومن فاكتور في الموضوع ده. كده بريف سريع، لو شركه هتعمل ترانزيشن او هنعمل ترانزيشن في مشروع، الانفورميشن دايما دايما من البرزنتيشنز ما بتكونش كافيه، القرايه مهمه جدا، وقرايه الكيس ستاديز دي بالتفاصيل اكتر هتفيد اكتر، لان الانفورميشن هتبقى اكتر. واتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده، ولو حد عنده اي سؤال. لو في اي حد عنده اي سؤال يا جماعه ممكن يعمل ريز هاند. ممكن حضرتك تفتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني اولا هو انا الصوت عندي مش سامع حاجه، فده عندي بس ولا عند كله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شكري وعلى عرضك المميز يا باشمهندسه ساره، اسال الله لك التوفيق ومزيد من النجاح. بصراحه سيمفونيه مبدعه من هذا الجهد المبذول وال واضح منظم ومنسق ومنمط، ويدل على يعني سنك صغير لكن خبره كبيره واضح في المجال. ربنا يوفقك ويسهل لك امرك، واسمك على اسم بنتي فربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يسعدك ومزيدا من النجاح ان شاء الله. شكرا جدا ليك، الله يكرمك. الله يكرمك، اتفضلي يا ربنا. السلام عليكم. والبشمهندس محمد بيسال بيقول هل في اي شركه داخل مصر عملت كيس ستادي على الموضوع ده؟ هو للاسف في مصر انا ما اعرفش، لان انا لسه راجع مصر قريب، فللاسف كشركه نفذت الكلام ده في مصر انا مش عارفه. ولكن هو بلاش نقول ان في مصر او في او مثلا في دوله عربيه او دوله اجنبيه، لان هو السيستم دلوقتي بقى موجود في العالم كله. ولو هنتكلم على مصر بكيس محدده، فاوريدي احنا بدا يتفرد البيم، بدا ينزل فيه كود للبيم، شغل العاصمه كله موجود. في شركات كتير معروفه عنها ان هي بتشتغل بيم بطريقه محترمه، بتبدا دايما تطور من نفسها. فطبعا في شركات في مصر، بس انا مش عايزه اقول شركات بعينها او باسامي بعينها، لان ما بقاليش كتير هنا موجود. بس المستقبل هو ده، والا ما كانتش الدوله تتجه لحاجه زي كده، ما كانش بقى فيه بيم كود، ما كانش بقى فيه الشراكات اللي موجوده دلوقتي في نقابه المهندسين عشان تبدا تطور المهندسين اللي موجودين. وجهه نظري انا المشكله اللي موجوده دلوقتي في التطوير هي الطلبه اللي موجوده في الجامعه، لان للاسف طلبه الجامعه بتتخرج فعلا فعلا في جاب كبير جدا ما بينهم وما بين سوق العمل. فعلى الماركت وايز في شركات في مصر وفي شركات ماشية بخطوات كويسة جدا، ولكن هو المشكلة في الجيل الجديد اللي طالع. لازم التعليم يحصل فيه تطوير بحيث ان الناس الطلبة دي تخرج اتليست يكون عندها البيز، فتقدر تدخل المجال بصورة افضل وتبدأ تنتج، ما نبقاش دايما متأخرين. هو في باشمهندس بيقول هو هل شهادة اللين بتنطلب، يعني هل ممكن يكون الشخص سيرتيفايد بحاجه زي للبيم بتطلب زي البيم بي للين؟ لا، هو مفيش حاجه كده، غير انك مثلا لو انت اخذت كورس في مكان، يعني مثلا مش هتبقى زي الليد جي اي سيرتيفايد او الليد اي بي سيرتيفايد، او مثلا زي الشهادات اللي ار اي سي اس بتديها، كمثلا انك سيرتيفايد بمانجر او تبع البريتش ستاندرد. وارد يكون في، انا ما اعرفش عنها حاجه، بس هي الفكره انك العلم دايما مش هيثبتوا الشهادة. يعني الشركات، وأكبر دليل على كده ناس كتيرة جدا جدا تيجي على أساس إن هي هتشتغل في المكان، على إن هو هيشتغل مثلا ريفت موديلر بغض النظر عن أي ديسبلين، ومعاه هو سيرتيفايد بروفيشنال. تيجي تعمل له التست،
التست بقى براكتيكال من شغلك في المكان للاسف يفشل في التست. طب ده ليه؟ هو اتعلم سوفت وير كويس وتعلم يعرف يدخل الامتحان، وممكن يكون دخل الامتحان مره واثنين وثلاثه لغايه لما نجح. مش بقلل من شأنه، ولكن هو ما عندوش الاكسبيرينس بتاعت الموضوع. فهي دايما الشهادات مش بترفلكت، ده وجهة نظري انا، ممكن الشهادة مهمة وكل حاجة، ولكن هي مش بترفلكت ان الشخص ده 100% بالصورة دي. كون بقى شركة بتطلب شهادات معينة او كده، دي سياسة شركات. بس يعني من الصعب جدا جدا ان تلاقي شركة بتطلب منك انا عايزك تكون معاك شهادة تثبت انك بتفهم لين، لان الشركة نفسها لو هي فاهمة لين في الانترفيو هيتكلم معاك وهيبدأ يفهم منك انت ماتشنج مع الفيجن بتاعته ولا لا، هتقدر تعمله الابجريد ده ولا لا، هتبدأ تتعامل مع الكرايسيس ولا لا. وده اللي هيوضح، دي الحاجة البراكتيكال. لكن ان حد يكون طالب مثلا شهادة بي ام بي بصورة معينة او الكلام ده كله، دي بتبقى كل شركة ليها الريستريكشنز بتاعتها. باشمهندس احمد سعيد او سعد، اتفضل يا باشمهندس، ممكن تفتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا باشمهندس والله، وربنا يزيدك من علمه يا رب. وبنشكر حضرتك اولا على المحاضره القيمه ديت، وعلى مدار الثلاث محاضرات اللي فاتوا. جزاك الله خير. وفضلا بس دلوقتي حضرتك اخر تو سلايد، يعني انا شايف انهم الصراحه مهمين جدا. فحضرتك ما شاء الله حطيتي شكل الفلو شارت، او خلينا نقول يعني شكل فلو شارت لاي كومباني عايزه تطبق البيم مع اللين. والصراحه ما شاء الله واضح جدا، حضرتك كنت موفقه جدا في وضعه وفهمه الصراحه كان سلس جدا معاكي. تمام، معلش بقى هستاذنك في لو انا بقى في بروجكت وهطبق الكلام ده اللي هو في اخر سلايد تحديدا حضرتك شرحتيها، لو تقدري توصلها لي بشكل فلو شارت كده، او تبسطها لي بشكل اخر بحيث يبقى الموضوع سلس معايا، مثلا زي الورك فلو والورك لود، ازاي حضرتك تقدري تربطها لي كده بشكل فلو شارت، او يمشي السنكرونايزيشن بتاعها يمشي ازاي معايا؟ هقول لك على حاجه، احنا فضل. في الحاله بنستخدم نفس الفلو شارت بتاع الشركه، ولكن اكشن على المشروع. بمعنى تمام، اول خطوه خالص هنا كانت موجوده انك بتحدد الفيجن والفلسفي. تمام. طيب ده لا، لما كنت شركه كنت بحدد فيجن الشركه وفلسفي الشركه. طيب انا دلوقتي في مشروع، ما دام انا في مشروع وارد جدا جدا ان احنا نكون متاخرين على ان احنا نعمل البروجكت جولز والبروجكت ايم ونعمل له بلاننج، وقتها الكلام ده مش هينفع. ولكن بريف لازم احدد الفيجن والفلسفي بتاعتي للي جاي. خلاص اللي عدى عدى، انا في نص مشروع مش هينفع اهده، فانا لازم احدد الفيجن والفلسفي بتاعتي للي جاي مش للي عدى. فانا زي مثلا انت مشروع، فانت عندك دلوقتي الفيجن بتاعتك انك لازم هتعمل كوركشن للحاجات اللي حصل لها كونستراكشن غلط، وفي نفس الوقت حط فلسفي انك مش هتبني حاجه غلط تاني، انك هتظبط الورك لود والورك فلو علشان ما تحصلش عندك نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده. طيب انت كده حددت الفيجن والفلسفي بتاعتك. تمام. هتبقى للبارلل تاسك، ممكن تكون مش محتاج ابجريد للهاردوير. في الحاله دي ابجريد الهاردوير هتتبدل بالماتيريال كنترول لانك شغال في سايت. طيب الماتيريال كنترول هعمل لها ازاي؟ حد هيجي هيعمل ارانجمنت للماتيريال اللي موجوده ويعمل لها ليبلنج، ويبقى معايا ليست بالماتيريال اللي موجوده كلها. اوكي. الناس هتكون بتعمل اناليسز للمشروع، يشوف الكونستراكشن سكادجول بتاعهم واصل لغايه فين، والمفروض احنا مكملين لغايه فين، ويحطوا البلاننج. البلاننج ده يسمى على الورك لود وعلى الورك فلو، ويطلع منه جداول الماتيريال اللي منها يربط بالماتيريال كنترول. تمام. هنبدا نروح لاناليسز للناس عشان برودكشن لا، هو احنا برضه هنعمل اناليسز للناس، بس عشان نبدا نشوف احنا علشان نمشي بالورك فلو ده مظبوط والورك لود ده مظبوط، والله احنا محتاجين الديزاين تيم مثلا بتاعنا يزيد 2، محتاجين الناس تعمل انسبكشن يزيد 1، والله عندنا شورتج مثلا في الناس اللي بتشتغل مثلا النجاره عندنا فيها مشكله، او مثلا احنا دايما متاخرين بسبب الناس بتوع الحديد. تبدا تشوف عندك شورتج الايه اناليسز للموقع بتاعك، وتبدا تعمل يا اما نيو هايرز
ابديت للناس اللي موجوده او تستعين بتيم زياده يو هايرز. عملت ده كله وبدات الحاله دي، احنا مش هنروح للبايلوت بروجكت، لا احنا بنروح لاول سامبل اتنفذت بعد ما حطينا الكلام ده. يعني زي مثلا كان عندك زي مثلا هتسلم بارت ايه من المشروع مثلا، فانت ظبطت الكلام ده كله وطلعت بارت ايه. بارت ايه بعد ما يطلع يتعمل له اناليسيس، هل احنا كده عدلنا ووصلنا للتارجت بتاعنا؟ وصلنا، ثبت الطريقه دي واعمل لها موديفيكيشن. ما وصلنا نعمل لها اناليسيس. احنا ما وصلناش ليه؟ عشان مثلا والله لغايه دلوقتي عندنا مشاكل في الماتيريال، يبقى نحل مشكله الماتيريال. والله احنا جبنا ناس بس الناس دي عملت الشغل غلط، يبقى انت كده اخترت ناس غلط. كاتيجوري الناس اللي انت جبته ده مش مظبوط، فتحتاج ترجع تاني للوب لغايه لما هتلاقي نفسك. ممكن في الاول بتبقى الموضوع صعب، لكن بعدها بيمشي على طول خلاص، يبقى عندك ستاندرد وبقت المشاكل شبه مكرره لانك خلاص بتعرف الحلول. اصبحت عارفها، بقدر اطبقها في المشروع التاني ان انا اتجنب الموضوع ده من الاول، وحاطط التنظيم بتاعي صح والفلو شارت بتاعي ماشي بالستاندرد ثابت بالظبط كده. تمام، تسلمي، شكرا، شكرا جزيلا ليك، والله كده واضحه بكتير، شكرا. باشمهندس سلامة، تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. لو سمحت، أنا كنت طالب لسه بدرس، بس كنت مهتم بالموضوع جدا، يعني موضوع البيم، وممكن في مشروع عندنا في الكلية فممكن أخش فيه بيتناول البيم وإدارة المشروع والحاجات دي. أنا كنت بس يعني سؤالي بخصوص المجالات المفتوحة بالنسبة للبيم في مصر أو بره، يعني إيه المجالات المفتوحة، وهل هي بيبقى لها شكل واضح جدا في الموقع وتأثير جدا، ولا هو موضوع مجرد ارتقاء بس مستوى التعامل وشخصية وإدارة، ولا يبقى لها مجال وطلب كتير؟ ده كان سؤال من ضمن أسئلة كتير. السؤال التاني، يعني إزاي معايا كورس، في بيبقى فيه كورسات كتير، يعني إيه الطريق اللي أخده عشان أفهم ده، أو هل يحتاج كورسات قبل كده هتعلمها خارجية مثلا ريفت كات ساب، ولا هو ممكن أتعلمه مجرد بدون الحاجات ديت ولا لا؟ طيب، هو مبدئيا هو البيم هيكون هو المستقبل، وزيادة عليه انك هتستخدم طرق مانجمنت مختلفة علشان تاخد اكبر فايدة من البيم، فهو المستقبل. وهيجي وقت زي مثلا ما انت دلوقتي مهما كان الشخص شاطر وبيعرف يرسم اللوح بيده كتودي دروينجز مثلا، خلاص انت دلوقتي عمرك ما في مكان لشخص نفس الكلام. هيجي علينا وقت الناس كلها الامر الطبيعي بتاعها ان هي بتشتغل، ممكن نقول ان الناس هتقعد فتره بتتعامل على ان البيم من برسبكتيف الريفت، من برسبكتيف 3 دي موديلنج، ممكن نقعد فتره على كده لغايه لما الترانزيشن يحصل كامل. فده مظبوط. عندك حاجتين محتاج تتعلمهم، محتاج تتعلم جزء التكنولوجي، وجزء التكنولوجي ده الريفت بغض النظر عن which version يعني او which category discipline، يعني بغض النظر انت مثلا architecture structure MEP بتتعلمه، وبتتعلم كام سوفت وير، يعني خلينا نقول تكنولوجي ككل مش شرط ريفت، نافيس وركس، تكلا بقى ساب، يعني البرامج اللي ريليتد بمنظومه البيم ده كده جزء التكنولوجي. عشان تتعلم البرامج دي اما بتروح تاخد كورس، بس تختار مكان محترم يبقى بيعلم فعلا، وبعد ما بيعلم بيخليك تعمل بايلوت بروجكت، فمش بيرمي لك كلمتين وتمشي وتنساهم. ده كده جزء تكنولوجي. في جزء انك تبقى فاهم المنظومه كامله، تفهم المنظومه كامله دي. في اماكن بتقدم طبعا كورسات بالطريقه دي، لكن انا عن نفسي ما اعرفش مكان بعينه، بس في اكيد ناس بتعرف تقدم الحاجات دي. وفي حاجات انك ممكن تكون اونلاين وفور فري تتعلمها. هتاخد المعلومه ازاي دي مش مهم، بس المعلومه لازم يكون ليها ريفرنس. يعني لو رحت اتعلمت في مكان، شوف اللي هيدرس لك الكلام ده في المكان الباك جراوند بتاعته ايه والريفرنس بتاعه ايه، والكلام نفسه اللي بيتشرح لك الريفرنس بتاع الكلام ده ايه.
هتقرا خلاص انت اوريدي اي كتاب بتقراه بيبقى ليه سايتيشن، وبيبقى معروف ان الكلام ده فعلا ما هوش كلام اللي هو كلام حد بيقول كلام وخلاص، لا الكلام ده ليه ريفرنس والكلام ده مفهوم بصوره مظبوطه. بتشوف فيديوز او بتشوف كورسز زي اللي بتكون مثلا موجوده على بام اريبيا، اوريدي بتبقى عارف ان الكلام ده الريفرنس بتاعه ايه ككلام موجود قدامك، وبتبقى عارف الباك جراوند بتاعت الشخص اللي موجود ايه. في ناس بتبقى ما شاء الله خبرتها العمليه قويه جدا، يبدا ينقل لك خبره سنين انت لسه في حد بيعمل لك ميرج ما بين البراكتيكال. فانت دايما دايما المعلومه دور على الريفرنس بتاعها بغض النظر هتجيبها منين، هتقرا هتشوف فيديو. التريننج البراكتيكال ده من الحاجات المهمه جدا جدا. انزل شركات، انزل تريننج، ما تبصش قوي للفايده الماديه من الموضوع، بص للفايده العمليه وانك تكون بتتعلم، وتختار المكان اللي فعلا بيعلم. يعني ربنا يوفقك وتلاقي فرصه في مكان حتى لو تريننج، ولكن المكان يكون شغال مظبوط، فلما يكون شغال مظبوط هتتعلم مظبوط. بس طب بالنسبه بس المجال ككل، يعني ممكن يخش معايا في مجال التنفيذ ولا هو مجال تصميم بس؟ يعني اداره مشروعات او حاجه دخلت في التصميم في التنفيذ واداره المشروع والوقت والفتره الزمنيه لكل حاجه، ولا هو بيرتبط بس بالتصميم؟ لا طبعا هو البروسيس كامل مش بس تصميم. واحنا حتى في السيشن اول سيشن خالص قلنا احنا بنطبق. اسف بس معلش انا اول مره اخش، فعشان ممكن يكون في بعض المعلومات حضرتك قلتيها بس ما يكونش عندي خلفيه بقى عشان اول مره اخش، فاسف لحضرتك يعني لو بتعيدي كلام او حاجه. لا خالص مفيش مشكله خالص. شوف هو البان منظومه اتعملت عشان البروجكت ككل من اول ما يكون لسه فكره لغايه لما يكون هيتعمله تجديد مره تانية. يعني انت هتعدي بديزاين، هتعدي بكونستراكشن، هتعدي بفاسيليتي مانجمنت، هتعدي باللايف سايكل بتاعت المشروع كله لغايه لما توصل لحاجه من اتنين، يا هتهد المشروع فتبدا تشوف انت هتتعامل معاه ازاي، يا اما هتعمله تجديد رينوفيشن. مرحله الديزاين مش هو ده المشروع، ولا الكونستراكشن مشروع، ولا الفاسيليتي مانجمنت هي المشروع، هو المشروع ككل كل اللايف ستيج بتاعته. جزاكم الله خيرا دكتورة سارة. اي حد عنده اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند يا جماعه ونفتح له الصوت. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا باشمهندس، اتفضل. اهلا بحضرتك. هو انا بس كنت يعني اللي فهمته من كلام حضرتك مبدئيا شكرا جدا. ثانيا انا فاهمه دلوقتي ان البام هو تكنولوجي بشتغل بيها على سوفت وير معينه زي اللي احنا اتكلمنا عليها. اللين حساها اكتر يعني زي ما حضرتك قلتي مثلا في الكيس ستودي الثانيه ان هم استخدموا اللين في المانجمنت على حاجات 2 دي مش حاجه 3 دي. فهل اللين عباره عن مثلا حاجات نظري بحاول اطبقها في مثلا في اداره مشروع كامل، ولا هي عباره برضو عن تكنولوجي بدخلها على سوفت وير معين واشتغل بيها شبه البام كده؟ طيب هقول لك، مبدئيا البام هو جزء منه التكنولوجي، ولكن البام هو البروسيس كامل، فهو جزء بس منه هو جزء التكنولوجي، لكن البام لازم يكون متقاس كبروسيس كلها على بعضها. اللين بيتعامل مع البروسيس ولكنه التكنولوجي ما بيديكيش سوفت وير معين وبيقولك استخدميه، لكنه بيتحكم في طريقه ادارتك. زي مثلا الناس اللي دارسه بروجكت مانجمنت بتبدا تقول لك والله دكتور مش سامع حضرتك، هو الصوت قطع. طيب هو عندنا بس ولا في مشكله عندي؟ لا هو الصوت تمام بس الكونكشن عندها يبقى كويس. طيب انا هقول لك تاني، الصوت المره دي ما يقطعش. تاني، البيم هو مش تكنولوجي بس، هو البيم بروسيس كامله على بعضها، جزء منها هو التكنولوجي. والبيم بستخدمه علشان اعمل مانجمنت كامل مظبوط للبروجكت لايف سايكل باستخدام تكنولوجي بتساعدني عشان اوصل للنتائج اللي انا عايزاها. ده بكل بساطه. طيب هل البيم لوحده كافي؟ اقدر استخدمه لوحده، ولكن في طرق ثانيه كمانجمنت لما بيدخل ويتعمل لها ميرج مع البيم بتطلع نتائج كويسه. من ضمنها ان انا اقدر استخدم اللين
project management، فبعمل enhancement لطريقة المانجمنت بتاعت البن فأطلع نتائج أحسن. ده معناه إن أنا في مشاريع أقدر أستخدم فيها البن لوحده، فبستخدم طريقة المانجمنت بتاعت البن والطريقة المتدارك المتعارف عليها، وبستخدم التولز بتاعت البن اللي هي جزء التكنولوجي، وبطلع البروجكت وبطلع نتائج كويسة جدا. اللين بن وأقدر أخد منه نتائج. عمل ميرج طريقه المانجمنت واستخدمت جزء التكنولوجي اللي موجود في البن، هبدا اطلع نتائج احسن من ان ده يتطبق لوحده ومن ان ده يتطبق لوحده. تمام كده؟ طيب في حد عنده اسئله؟ ايوه كنت بسألك بس على آخر حاجة، بالنسبة للريفرنس بس لحاجة معتمدة أو ذو قيمة، مثلا حاجة تقدر تنقل مثلا كورس أو حاجة لها مصادر ومعتمدة مثلا في البيم. هو اوريدي دلوقتي بقى يعني الحاجات اللي موجودة على اوتوديسك يونيفرسيتي دي كلها حاجات كويسة جدا، لندا كويسة جدا، انفينيت سكيلز موجودة جدا، وبعدين دلوقتي على بيم اريبيا الكورس في الفترة بتاعت الكوفيد دي. الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. الصوت ايوه ثواني بس عشان صار الصوت بيقطع وارجع تاني. تمام ماشي. سامعني؟ ايوه كده الصوت رجع. تمام الحمد لله. فبقول لك حاجه مثلا زي الار اي سي اس دي من الاماكن المعترف بيها وكويسه جدا. طبعا في ناس بتحب تتعمق في الموضوع اكتر في سكه بقى الاكاديميك يعني ماسترز وبي اتش دي، ده كمان اوكي بغض النظر عن المعلومه هتجيبها منين، بس تاخدها من مصدر موثوق منه زي الحاجات اللي قلت لك عليها. ووارد ان يكون في حاجات اكتر انا مش على يعني مش على علم بيها، بس وانس ان اوصل لحاجه ابقى عارفاها ممكن اعمل لها شير. باذن الله. جزاكم الله كل خير، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في رساله الدكتوراه، وربنا يسعدك دايما يا دكتوره باذن الله، ويجعل لك نصيب من الاسم باذن الله. الله يكرمك. جزاكم الله كل خير. الله يكرمك.